بصفة عامة يا جماعة، فكرة إن أنا بشتغل على برامج تحليل إنشائي ما هي إلا تول من التولز والأدوات اللي بيستخدمها مهندس التصميم الإنشائي علشان يوفر على نفسه الوقت والجهد اللي كان هيضيعه في حسابات الاستراكشر. يعني خلينا نقول إن البرنامج ما هوش بديل عن دماغك وعن شغلك أنت كمصمم، وإنما هو أداة بتوفر عليك الوقت والجهد اللي كنت هتقعد تحل بيه مسائل معقدة كاستراكشر. خلينا نفتكر الاول مع بعض كده، لما كنا بنيجي نحل مانيوال كنا بنعمل ايه، او كنا بنمشي خطوات عامله ازاي؟ انت اول حاجه كنت بتحدد الاول اللودز اللي موجوده عندك. خلينا نكتب مع بعض كده، كنا بنحدد اللودز اللي هنشتغل عليها، كنا بنروح نحسب ال WS Ultimate عشان اجيب توتال اللود اللي موجود على المتر المربع بتاعي. بعد كده كنت بتروح تشوف بقى البلاطات بتاعتك 1 way او 2 way وهكذا. كنت بتأسيوم السكشنز بتاعتك، بتفرض القطاعات بتاعت السكشنز، او ان انت لما كنت بتيجي تعمل بالسمول ثيوري اوف ستراكشر كنت بتيجي تعمل تحليل اناليسز، كنت بتهمل قيم التي اس او قيم العمق بتاع الكاميرا او الكلام ده، فكنت بتروح على طول تعمل ديزاين ستريبس لما كنت بتبدا تاخد الشرايح بتاعتك. بعد الديزاين ستريبس كنت بتبدا تطلع بقى القيم بتاعت الشير فورس او النورمال فورس او المومنت. فدي كانت الخطوات اللي انت بتمشيها علشان تشتغل استراكشر مانيوال. نفس الكلام بالظبط هو ده اللي انا عايز اعمله للبرنامج. البرنامج احنا قلنا ان هو بديل لمرحله الاستراكشر، يبقى انا لحد ما اطلع النتائج ده اللي انا عايز ان انا انقله للبرنامج بتاعي. طيب كل برامج السي اس اي تقريبا بتشتغل بنفس المنهجيه وبنفس السيستم وبنفس الطريقه، لذلك احنا هنوحد النمط بتاع الشغل على البرامج، وهتلاقي ان تقريبا 90% من الخطوات موجودة في البرامج كلها بنفس الشكل، بنفس الأماكن، بنفس المسميات. طب إيه برامج الـ CSI اللي إحنا هنشتغل عليها أو اللي ممكن تقوم بالدور دوت؟ في عندنا برنامج ساب، في عندنا برنامج ETABS، وفي عندنا برنامج السيف. وطبعاً وضحنا الفرق ما بين البرامج ديت في الفيديو اللي فات. طب خلينا بقى نشوف الخطوات اللي احنا ممكن نشتغل بيها على برامج السي اس اي. ممكن تكتب ورايا كده بقى خطوات العمل على برامج السي اس اي. رقم واحد، الخطوة الاولى في اي برنامج من برامج السي اس اي ان احنا بنبدأ نعمل نيو موديل او نيو فايل. النيو موديل او النيو فايل ده انا ببقى محتاج فيه حاجتين اتنين، الجريد سيستم والستوري سيستم. طب الجريد سيستم اللي هو النظام بتاع المحاور بتاعتي، جريد سيستم وستوري سيستم. الجريد سيستم اللي هو نظام المحاور، يعني ايه؟ اكس وواي، انا عندي كام اكس في اتجاه اكس، كام اكس في اتجاه واي، المسافه بين الاكسات عامله ازاي وهكذا. هنيجي برضو نوضح ان اكسات البرامج مش هي نفس الاكسات اللي في اللوح، وهنشوف الكلام ده لما نيجي نشتغل مع بعض. هي هنا تعتبر اكسات استرشاديه بالنسبه لي علشان اقدر ارسم عليها، يعني عند مثلا كل عمود خط مساعد عشان اعرف ان العمود واقع على الخط ده، عند كل كاميرا خط مساعد عشان اعرف ان الكاميرا واقعه على الخط ده، عند كسره البلاطه مثلا هاخد خط مساعد عشان اعرف ان الكسره مثلا موجوده عند النقطه دي بالظبط، لان الموضوع هيكون مختلف شويه عن الكات في فكره الرسم. هو ده مش برنامج رسم، ده برنامج تحليل انشائي، فمش هتلاقي فيه كل الاوبشنز اللي موجوده في برنامج الكات. يبقى انا بحدد الاكسات بتاعتي اكس وواي، ولما نيجي نشرح مثال عملي هنفهم بقى الاكسات بحدد اماكنها فين بالظبط واشوف الامعاء بينها عامله ازاي. اما الستوري سيستم فهو نظام الادوار بتاعي، انا في عندي كام دور في المبنى، ارتفاعات الادوار دي عامله ازاي، هل في ادوار شبه بعضها ولا لا وهكذا. الخطوه الثانيه هي اليونتس، ببدا احدد الابعاد اللي انا هشتغل عليها. طبعا الابعاد الرئيسيه اللي احنا بنشتغل عليها في مصر هي الطن والمتر الوحدات الطوليه، ولو في درجه حراره غالبا بتبقى بالسيليزيوس. وارد ان انت لما تيجي تشتغل مثلا بره مصر، او لو انت بتسمعنا من بره مصر، فممكن تلاقي ان الوحدات اللي شغاله عندك مثلا الكيلو نيوتن والمتر، او الكيلو نيوتن والمليمتر. في النهايه انت كده كده هتختار الوحدات اللي انت شغال عليها. الخطوه رقم 3 هي اختيار الكود اللي انت هتشتغل عليه او هتصمم عليه. طبعا الكود المصري للاسف مش موجود في برامج التحليل الانشائي، وبالتالي احنا بنشتغل على الكود المتعرف تلقائي اللي هو الاي سي اي اللي هو الكود الامريكي. لو انت برضو بره مصر، في الامارات، في السعوديه، في اي دوله بصفه عامه من دول الخليج، غالبا هتلاقي معظم الشغل بالكود الامريكي. في بعض الاوقات ممكن تشتغل بالكود البريطاني اللي اسمه البي اس، او ممكن في حالات بسيطه تشتغل بحاجه اسمها اليورو كود اللي هو الكود الاوروبي، وهو احد اقرب الاكواد برضو للكود المصري. طيب احنا في مصر مش هنعمل حاجه في خطوه الكود، طالما ان كده كده انا هشتغل على الكود الامريكي وهبدا اعمل تعديلات خفيفه ما بين الكود المصري وما بين الكود الامريكي.
علشان اوفق ما بين الاثنين. الخطوه الرابعه واللي تعتبر من اهم الخطوات في البرنامج اللي هي بقى هنبدا هنا نخش كان احنا بنعمل محاكاه للمانيوال بالظبط. انا لما جيت اشتغل مانيوال كنت عارف القطاعات بتاعتي بكام، كنت عارف اللودز بتاعتي بكام وهكذا. فده اللي انا هبدا اعرفه للبرنامج، هقول له ديفاين. ديفاين يعني تعريف، يعني انا عايز اعرف حاجه معينه للبرنامج. في الديفاين اول حاجه هعرفها هي الماتيريالز، ايه نوع المواد يا برنامج اللي انت هتشتغل عليها. الماتيريالز طبعا قلنا قبل كده ان هي نوعين، الكونكريت والستيل. طيب انا محتاج اعرف ايه عن الكونكريت علشان البرنامج يقدر يشتغل؟ افتكر كده لما كنت بتيجي تشتغل في المانيوال كنت بتبقى محتاج تعرف ايه عن الكونكريت. هتلاقي ان انت كنت بتيجي تقول الوزن بتاع البلاطه مثلا او الديد لود تي اس في الجاما كونكريت، يبقى انا محتاج اكون عارف قيمه الجاما كونكريت بكام. طيب تاني نقطه، طبعا في اي حاجه في الديزاين كنت دايما بتبقى محتاج تبقى عارف قيمه الاف سي يو، المقاومه المميزه للخرسانه. كذلك محتاج ان انا اكون عارف قيمه الاي كونكريت. طب يا باشمهندس انا الاي كونكريت دي ما كنتش بحتاجها في حاجه في المانيوال لو انا شغال في العادي. هنرجع نقول يا جماعه ان المانيوال انا كنت بهمل فيه اصلا قيمه الاستيفنس، انا كنت برسم البلاطه خط واحسب او برسم الكاميرا خط وبحسب وبهمل ان هي ليها انيرشيا شغاله معايا في الاتجاه الثاني. البرنامج بيحاول ان هو يعمل لك محاكاه شويه للواقع، لذلك في معظم الحالات هتلاقي ان القيمه اللي بتطلع في البرنامج للمومنت او للشير اقل من القيمه اللي انت كنت بتطلعها في المانيوال، لان هو بيعتبر ان القطاع له مقاومه وله جساء بيبدا يتحمل جزء بيها. احنا في المانيوال كنا بنهمل الكلام ده علشان ما ندخلش في حسابات معقده. طيب الستيل محتاج ان انا اكون عارف عنه طبعا الحالتين بتوعنا اللي هم الاف واي والاف التيمت. ولو ما عرفتش الاف التيمت خالص في البرامج مش مشكله، ولو انت اصلا مش هتصمم على البرامج يبقى مش محتاج تعرف ولا الاف واي ولا الاف التيمت. الكلام ده للناس اللي جوه مصر اللي مش هتصمم على البرنامج. الناس اللي بتكمل ديزاين على البرنامج وبتبدا تستعين بالبرنامج في ايجاد قيم الحديد والتسليح، لا يبقى مهم بالنسبه له ان هو يعرف القيم بتاعه الاف واي والاف التيمت. يبقى اول حاجه في الديفاين هي الماتيريالز. تاني حاجه في الديفاين هي السكشنز، القطاعات اللي موجوده عندي اللي انا كنت بفرضها في المانيوال. طيب السكشنز هنقسمها نوعين اتنين، في عندنا حاجه اسمها فريم سكشن وفي عندنا حاجه اسمها الاريا سكشن. دي البرامج مقسمها بالشكل ده. ببساطه خلينا نقول مثلا ان الفريم سكشن هو اي سكشن انت ينفع ترسمه خط. طيب ايه السكاشن اللي انا ينفع ان انا ارسمها خط؟ هنلاقي ان انا ممكن ارسم العمود القلم وممكن ارسم البيم، الاثنين دول انا ممكن ان انا اتعامل معاهم كانهم لاين او كانهم خط وانا برسم في المانيوال في العادي. طيب الاريا سكشن هتلاقي ان السلاب دايما كان لازم تتمثل باريا سكشن والوول لو انت عندك مثلا شير وول. ودايما يا جماعه لما نقول وول كاستراكشر يبقى احنا بنتكلم على الشير وولز مش على الحيطه المعماريه مش على الطوب. يبقى انا عندي الفريم سكشن، ممكن القلم، ممكن البيم، وفي عندي السلاب والوول. نحب بقى ننوه هنا لحاجه مهمه جدا، اي مبنى في الدنيا مش هيطلع بره الاربعه دول. يعني ايه؟ يعني مفيش اي حاجه في البرامج في المباني الاعتياديه الا وهتبقى بتتعرف على انها قلم او بيم او سلاب او وول. خلينا ناخد مثال، انا عندي مبنى عادي خالص، مبنى سكني، لما احب اعرف الاعمده بتاعته يبقى انا هعرفها فريم سكشن نوعه قلم او فريم سكشن بصفه عامه لو هو مش مديني اوبشن القلم والبيم. طيب الكاميرات طبعا هعرفها بيم صريحه، الاسقف بتاعتي هعرفها سلاب، لو في عندي شير وول هعرفها وول. طب يا باشمهندس ده انا المبنى بتاعي كان متشال على لبشه، طب اللبشه دي هل في حاجه اسمها ديفاين لبشه او ديفاين رافت مثلا؟ لا، انا بعرف الرافت على انها سلاب، والسلاب دي لما بقول له انها بقى متشاله على سويل او بديله ليها بروبرتيز معينه او بديله ليها ستيفنس معينه بيبدا البرنامج يتعامل معاها على انها رافت او على انها حاجه شايله اللي فوقيها، خصوصا لما هنبدا ننقل لها رد الفعل بتاعها من فوق، فبيبدا البرنامج يفهم ان الاحمال واقعه عليها من فوق مش من تحت زي البلاطه اللي متشاله على اعمده مثلا او كده. طيب يا باشمهندس انا المبنى بتاعي كان متشال مثلا على قواعد منفصله، القاعده المنفصله مثلا اللي ابعادها 3 في 3 دي تتصنف كلم ولا بيم ولا سلاب ولا وول؟ ما تروحش تدور بره كده، يعني ما تحاولش تدور على حاجه اسمها ديفاين فوتنج مثلا، لا هي لازم هتطلع واحده من الاربعه دول، يبقى انسب حاجه ليها ان انا اعرفها على انها سلاب. طيب انا كان عندي مثلا خزان والخزان ده كان عباره عن اربع اضلاع وارضيه،
الاربع اضلاع بتوع الخزان هم في الاخر يعتبروا نوع من انواع الشير وول اللي موجوده، حيطه خرسانيه بس بيختلف طريقه الحسابات بتاعتها وطريقه التسليح بتاعها مثلا. طب ارضيه الخزان يبقى هبدا اعرفها على انها سلاب. طب مثلا انا عندي تاي، يعني كان عندنا كابولي مثلا طويل واحنا ماسكينه بتاي مثلا من فوق او كده، التاي هو عنصر انشائي بيشيل احمال نورمال فقط ما عليهوش مومنت، يبقى هو بيم. ولكن هبدا ادخل انا بعد كده في الخصائص بتاعه البيم ديت واقول له ان البيم دي انا عايز انها تشيل نورمال بس، او في بعض الحالات البرنامج هو تلقائي لما يجي يعمل لها اناليسيس في المكان بتاعها هيخليها تشيل نورمال بس. يبقى اذا يا جماعه مهم قوي نفهم الكونسبت اللي البرنامج بيشتغل بيه. يبقى انا كده عرفت للبرنامج الماتيريال وعرفت السكشنز. بعد كده بنبدا نخش على الديفاين بتاع اللودز. احنا لما جينا نشتغل في المانيوال قلنا لازم اكون عارف اللودز، يبقى انا هعرف اللودز. اللودز دي هتلاقيها في برامج معينه اسمها اللودز على طول كده صريحه، او هتلاقيها في برامج تانية اسمها اللود باترن، يعني هي انواع الاحمال العاديه اللي موجوده عندنا اللي هي الحمل الديد لود. هعرف البرنامج ان انا عندي حاجه اسمها ديد لود، حمل اللايف لود، حمل الفلور كفر، حمل الوولز، وهكذا اي احمال هتيجي معاك بعد كده. يعني لما نيجي نقول يا جماعه احنا عندنا حمل ميه، يبقى انا هدخل على الديفاين لودز واعرف له ان انا في عندي حمل ميه. طب انا عندي حمل رياح، حمل زلازل، يبقى هدخل على الديفاين برضو اللودز وابدا ادور على نوع الاحمال اللي انا عايزه. لو انت شغال مثلا على مشروع في منطقه مثلا من المناطق اللي بيقع فيها ثلج كتير وهتاخد في الاعتبار حمل الثلوج اللي بتنزل على الاسقف، يبقى برضه هدخل على الديفاين لودز وابدا اعرف الاحمال بتاعتي. طيب انا لما كنت باجي اصمم يا باشمهندس في المانيوال، هل كنت بصمم على الديد لود ولا على اللايف لود ولا على الفلور كفر ولا على الوولز؟ لا يا باشمهندس، ده احنا لسه قايلين فوق من شويه، لما كنت باجي اصمم في المانيوال كنت ببقى محتاج اعرف قيمه الدبليو اس التيميت. انا بجمع تجميع للاحمال دي كلها مع بعضها، سواء بقى كان التيميت او وركينج او ايا كان، يبقى انا محتاج اعرف حاجه اسمها اللود كومباينيشن، تجميعة الحمل اللي انا هصمم عليه، الالتيميت والوركينج. طبعا لما هنيجي مثلا نخش في الزلازل هنبدا نشوف بقى الحالات اللي بتاخد معايا في الاعتبار الزلازل او الاحمال الجانبيه. فلما نيجي نقول ان انا عندي حاله تحميل معينه واخده في الاعتبار كذا وكذا وكذا، يبقى على طول هعرف ان انا هشتغل على اللود كومباينيشنز. لما يبقى عندي خزان مثلا او عندي حمام سباحه وعايز اخد لود كومباينيشن او عايز اخد حاله تحميل فيها السويل مثلا وفيها ووتر والكلام ده، يبقى هدخل برضو على اللودز اعرف انواع الاحمال، وبعد كده اللود كومباينيشن اعمل تجميعه الاحمال اللي انا عايزها. طيب ممكن برضو في تجميعه الاحمال اعمل ايه؟ احنا لما كنا بنيجي نحسب في المانيوال كنا بنقول ان الديد لود ده عباره عن التي اس في الجاما كونكريت اللي هو الاون ويت زائد الفلورنج كفر زائد احمال الوولز المعماريه اللي موجوده عندي، كل ده في الاخر اسمه ديد لود. انا ممكن اقوم عامل في اللود كومباينيشن حاله اسميها الديد كومباينيشن، جواها التي اس في الجاما كونكريت زائد الفلورنج كفر زائد الوولز، يبقى بدل ما كل مره هقعد احسب كل حاجه لوحدها انا جمعتهم مع بعض في كومباينيشن. فالكومباينيشن ما هي الا تجميع حسابيه، او في الحالات الاخرى بقى اللي هتيجي بعد كده هنبدا نشوف ان في انواع غير التجميع الحسابيه، ان هو مثلا هقول له خد القيمه المطلقه للموضوع، خد القيمه الماكسيمم من اللي انا بحطه لك او كده. بس خلينا نتكلم على الحاجات الاعتياديه، ان الكومباينيشن ما هي الا تجميع حسابيه للقيم اللي انت بتكتبها. انا هقول له انا عايز الديد لود اللي موجود ده مثلا اخد منه 1.4، يعني اضرب لي القيمه بتاعته في 1.4، وهقول له ان انا عايز اللايف لود اللي موجود ده ب 1.6، واسمي الكومباينيشن دي مثلا التيميت او وركينج او ايا كان. يبقى دي كده الحاجات الاساسيه اللي انا بحتاج ان انا اعمل لها ديفاين: ماتيريالز، السكشنز، اللودز، اللود كومباينيشن. ودي تقريبا الحاجات اللي انت كنت بتبقى محتاج تعرفها في المانيوال. هنزود بس حاجه بسيطه كده، ودي هنخليها للهاي رايز بيلدينج، هيبقى اسمها الماس سورس. احنا بس هنكتبها هنا عشان لو انت بتكتب ورايا تبقى كتبتها وما تنساهاش. الماس سورس هو مركز الكتلة أو الطريقة اللي هيحسب بيها البرنامج السنتر أوف ماس بتاعته، ودي إن شاء الله هنوضحها لما نخش في الجزء بتاع الهاي رايز بيلدينج. طيب خلصت الديفاين، عرفت للبرنامج كل حاجة هيشتغل بيها، عرفته الحاجات الأساسية، هبدأ أخش على الخطوة الخامسة اللي هي الدرو. أبدأ أرسم بقى الرسمة بتاعتي أو المشروع بتاعي. الدرو ده ممكن نعمله بطريقة من ثلاثة: يا إما إن أنت هترسم على البرنامج نفسه مباشرة، يا اما ان انت هترسم على برنامج الكاد وتبدا تصدر للبرنامج الانشائي، يا اما ان انت هترسم اصلا على برنامج انشائي سواء على البرنامج نفسه او على الكاد وهتبدا تصدر لبرنامج اخر. يعني ممكن اخد مثلا من برنامج الايتابس وادي لبرنامج السيف،
ممكن مثلا اخد من برنامج الريفت وادي لبرنامج الايتابس، انا رسمت على برنامج وبصدر لبرنامج تاني، فالرسمه جت عندي جاهزه على طول، ما احتجتش ان انا اعمل فيها حاجه تاني. بعد كده هندخل على الخطوه رقم 6 اللي هنسميها خطوه الاساين. الاساين ممكن نقول ان معناها بالعربي تخصيص، او ان احنا بندي لكل حاجه خصائص معينه، او بنديها حاجه تخصها، او بنديها حاجه تهمها، او بندي لها تعريف معين علشان يبقى الموضوع بالنسبه لنا محدد شويه. طب ايه الحاجات اللي ممكن تقابلني واحتاج ان انا اعمل لها اساين؟ اول حاجه مثلا انا ممكن يكون عندي ركائز، يبقى انا ممكن احتاج اعمل اساين للريسترينتس او اللي احنا بنسميها السبورتس بتاعتي اللي هي الركائز. انا عايز اقول له ان الركيزه دي فيكسد، او الركيزه دي هنجد، او الركيزه دي مثلا فري ما فيهاش اصلا ركيزه محطوطه مثلا او كده. لان انا هنا ممكن في بعض الاوقات او في بعض المودلز ان انا ما ارسمش القواعد واعبر عنها بركيزه وخلاص، زي ما كنا بنشتغل في الاستراكشر في العادي في المانيوال، فمحتاج ان انا اعرفه نوع الركيزه. يبقى انا هنا بعمل اساين. طيب الاساين ده ممكن يتعمل لايه؟ ممكن يتعمل لثلاث حاجات، يا اما هتعمله لبوينت، يا اما هتعمله للفريم سيكشن بتاعك، يا اما هتعمله للاريا سيكشن اللي انت عملتها. طيب البوينت ممكن اعمل لها ديفاين، ممكن اعمل لها اساين لايه؟ للركيزه، النقطه ما فيش خلاص هي اخرها ركيزه. طيب نفترض ان النقطه دي ممكن يكون عندها حمل مركز، انا عايز اضيف لها حمل مركز، يبقى ده برضو تخصيص حاجه معينه للنقطه، يبقى برضو من جوه الاساين. يبقى تاني حاجه في الاساين هي اللودز. طيب ايه الفرق يا جماعه بين اللودز دي وبين اللودز اللي موجوده فوق في الديفاين؟ في الديفاين انا عرفته انواع الاحمال اللي موجوده عندي في الشغل، اما في الاساين انا بعرفه مكان الحمل فين والقيمه بتاعته بكام. يعني لو كان عندي حمل مركز في نقطه هقول له والله النقطه دي اللي في المكان ده اللي انا هعمل لها سيلكت عندها حمل مركز في اتجاه اكس او في اتجاه واي او في اتجاه زد، القيمه بتاعته مثلا 10 طن وهكذا. دي مثلا للناس اللي ممكن تكون بتشتغل تراس ستيل مثلا، او الناس اللي بتشتغل في مشاريع ثالثه مدني او الكلام ده. طيب انا عايز اقول له ان البلاطه دي عليها لايف لود القيمه بتاعته 2/10، ببدا اعمل سيلكت للبلاطه واخش على اساين. طب الاساين ده بوينت ولا فريم ولا اريا؟ لا احنا اتفقنا ان البلاطه اريا، يبقى هبدا اعمل اساين للاريا بتاعتي بقيمه 2/10، يبقى انا حددت المكان وحددت القيمه. طيب كان عندي مثلا كاميرا عليها حمل موزع مثلا بتاع حيطه، طب الحمل الموزع بتاع الحيطه ده شكل الحمل ده هل هو حمل خطي او حمل طولي ولا حمل موزع على مساحه؟ لا حمل طولي يا باشمهندس. يبقى اذا هدخل على اساين واقول له انا عايز الفريم. طب الفريم ده انت عايز تديله ايه في الخصائص بتاعته؟ انا عايز اديله قيمه لود معينه. يبقى اذا تحديد المكان عن طريق السيلكت، ان انا هختار العنصر اللي عايز اضيف عليه الخاصيه بتاعتي، وبعد كده تحديد القيمه من خلال ان انا بقول له مثلا لودز. طيب ممكن ايه تاني احتاج ان انا اعمله كاساين؟ احنا قلنا اساين هو تخصيص بصفه عامه. انا وارد ان انا وانا برسم مثلا في البرنامج في كاميرا معينه المفروض ان القطاع بتاعها كان 12:70، انا لما جيت اعمل لها ديفاين فوق عملت بالغلط، بدل ما اعمل 12:70 عملتها 25:70 وما خدتش بالي، او عمود كان 30:60 مثلا وانا بالغلط رسمته 25:50. هل هرجع اعمل ديليت واغير العمود، او هرجع اعدل الديفاين اللي انا عملته؟ ما هو نفترض ان الديفاين ده اصلا انا كنت عايزه، يعني انا عندي عمودين كده وعمودين كده، فمش عايز اعمل له ديليت. يبقى بروح اعمل ايه؟ بروح اعمل اساين سيكشنز. يعني انا عندي عمود وعايز اغير القطاع بتاعه، يبقى هقول له اساين، ومن الاساين العمود بوينت ولا فريم ولا اريا؟ لا فريم، يبقى هخش على اساين وبعد كده فريم. يفتح لك بقى كل الاوبشنات اللي انت ممكن تعملها في الفريم ده، عايز تضيف له لود، عايز تعدل في السكشن بتاعه، عايز تظبط له كذا. انا لا بقول له هنا انا عايز اعدل السكشن بتاعه، هيقول لك والله السكشن الحالي للقطاع ده 12:70 او 25:70، انت عايز تديله انه سكشن؟ اقول له لا انا عايز اغيره اخليه 12:70، اللي احنا بنسميها في بقيه البرامج او في الشغل عامه اديت. انا بعمل اديت لحاجه، فهنا ما اسمهاش اديت بقى، اسمها ان انا بعمل له اساين لسكشن جديد. طيب احنا لسه بنقول من شويه ان انا ممكن وانا بعمل ديفاين مثلا لكاميرا ابقى عايز ان انا اعرف له انها تاي ما بتشيلش غير نورمال مثلا بس، هقوم داخل برضو على اساين فريم واشوف الكاميرا دي انا محتاج ان انا اعدل فيها ايه. محتاج ان انا اعدل خصائص الاستراكشر بتاعها، محتاج ان انا اقول له ان دي ما بتشيلش مومنت، يبقى اشوف الاوبشن اللي هيظهر قدامي اللي له علاقه بان انا بعمل ريليز للمومنت، بحرر المومنت بتاعي من الكاميرا، الكاميرا ما بتشيلش مومنت، يبقى هو ده اللي هشتغل عليه.
يعني نقدر نقول ان اي تعديل في الخصائص بتاعه العناصر بتاعتنا هيكون من خلال قائمه الساين، لكن احنا هنكتفي بكتابه الريستريند واللود والسكشن باعتبار ان دي الحاجات الاساسيه اللي بتقابلك في كل المشاريع تقريبا. لما نفتح البرنامج هنشوف بقى بقيه الاوبشنات اللي موجوده هتبقى عامله ازاي. يبقى هنا برضو عشان ناخد بالنا هنقول جنب السكشنز ديت في حاله التعديل، يبقى انا هنا بعدل في قطاع انا رسمته خلاص. طب عايز اعرف اصلا قطاع جديد، انا كنت راسم العمود مثلا 25 في 50 وعايز اغيره واخليه 30 في 60 وانا اصلا ما عنديش قطاع 30 في 60، يبقى هعمل له ديفاين الاول وبعد كده ارجع اعمل له اساين. ترتيب الخطوات ينفع فيه التغيير، يعني ينفع في نص خطوه اساين لقيت نفسي نسيت قطاع معين ارجع تاني واعمل له ديفاين، ما فيهاش ادنى مشكله، لكن ده الترتيب العام بتاع الخطوات. طيب خلصت الدرو وخلصت الاساين واديت له كل حاجه الخصائص بتاعتها، بخش على الخطوه رقم 7 اللي هي الرن. ومع الرن طبعا كده كده تلقائي البرنامج بيعمل لك سيف، يعني الشغل بتاعك بيتسيف تلقائي. الرن هنا اللي هي خلاص انا بقول للبرنامج ابدا بقى احسب وطلع لي القيم بتاعتك، يعني الخطوه رقم 8 اللي هي بقى الديسبلاي ريزلتس، ان انت هتبدا تطلع القيم بتاعتك او النتائج بتاعتك. لما هيجي نخش في خطوات الديزاين بقى هنبدا ناخد ديسبلاي ريزلتس ديت ونفصل فيها بقى، هنقول لو انا عايز اصمم عمود ايه الريزلتس اللي انا محتاج اطلعها، لو عايز اصمم بلاطه ايه الريزلتس اللي انا محتاج اطلعها، لو عايز اصمم كاميرا ايه الريزلتس اللي انا محتاج اطلعها، وهكذا. يبقى دي كده الخطوات العامه للشغل على برامج السي اس ار. ده كده الشكل العام بتاعها كلها مع بعضها اهوت. نراجعهم تاني سريعا، رقم 1 نيو موديل، رقم 2 اليونتس، رقم 3 الكود اللي هشتغل عليه، رقم 4 الديفاين بتاع العناصر اللي موجوده عندي والماتيريالز والسكشنز واللودز، رقم 5 درو ابدا ارسم المشروع بتاعي، رقم 6 اساين بدل كل حاجه الخصائص بتاعتها او الاحمال بتاعتها، رقم 7 ان انا بعمل رن، ورقم 8 ديسبلاي ريزلتس. دي كده الخطوات العامه بتاعت اي موديل انت عايز تعمله على برنامج الساب او السيف او الايتابس. هتلاقي بقى في كل برنامج بيزيد خطوه فرعيه مثلا جوه خطوه من دول، او في خطوه فرعيه هتيجي بعد خطوه معينه مثلا من دول او كده. الخطوه الفرعيه دي هتبقى خاصه بالبرنامج ده بس، ولكن هتبقى برضو في السياق بتاعها. اذا ناخد بالنا ان قبل ما اخش على البرنامج خلي الورقه دي معاك، هتلاقي ان احنا الشويه اللي اتكلمنا فيهم نظري دولت لما نفتح البرنامج هتحس ان انت البرنامج ده مش اول مره تتعامل معاه، هتلاقي كل حاجه موجوده قدامك بنفس المسميات اللي احنا كتبناها هنا. فان شاء الله باذن الله في المحاضره اللي جايه هتلاقي بقى التطبيق العملي بقى سهل بكتير، وبقى سهل جدا عن ان احنا كنا نبدا نخش على البرنامج على طول مره واحده. نكمل ان شاء الله في المحاضره اللي جايه.